السلام عليكم الأصدقاء، ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج سؤال مع مجهول. بلا شك من خلال الحلقة الأولى والثانية عرفتوا قواعد البرنامج اللي هي ضيف مجهول كل حلقة، أهم حاجة نسمعوا رأي الآخر، والهدف المباشر إيصال المعلومة للمستمع. موضوع اليوم يتمحور حول مراكز الاتصال لسونتر دابيل، لواحد الفئة كبيرة الآن من الشباب ديالنا خدامين فيه، ولكن اللي داز من هاد التجربة هذه وكاين واحد النوع اللي كيفكروا يخدموا فيه. بغينا نعرفوا معلومات أكثر عن هاد المراكز ديال الاتصال، ولمساعدتي في هاد الحلقة هذه وجدنا بعض الأسئلة للضيوف ديالنا. نعم، هاد الحلقة هذه غادي يكون ضيفين اللي دازوا من تجربة لي سونتر دابيل، غادي نسمعوا ليهم ونحاولوا نستافدوا من التجربة ديالهم. وحتى الناس اللي كيفكروا يبداو في هذا الميدان هذا، فهذه هي الفرصة للاستفادة. فبلا ما نطول عليكم، بسم الله على بركة الله نبدأ حلقة اليوم. السلام خويا بالي. مهم كنبغي اولا نشكرك على هاد الدعوه هذه، وخصوصا المتتبعين ديالك، حيت سلطتي الضوء على واحد الميدان اللي ديجا هو كاين في المغرب ومؤخرا ولا عليه الطلب بزاف. اولا بعدا نبغي نبدا بواحد نعطي واحد الفكره على الدومين ديال لي سونتر دابيل بالنسبه للناس اللي باغيني اللي انتريسي بهذا الدومين، والناس اللي ما عندهم حتى شي فكره عليه. عامه لي سونتر دابيل هما واحد لي بلاتفورم اللي كيكونوا في المغرب اللي كيخدموا الحساب واحد الشركات اجنبيه. في اغلبيه ديال لي سونتر دابيل على حساب كل سونتر دابيل وفاش والاختصاص ديالو، مي اغلبيه ديال لي سونتر دابيل كتلقى دي زاكتيفيتي ديال لي ميسيون دابيل، ديال لا ريسبسيون دابيل، ديال لو باك اوفيس. بالنسبه لي ميسيون دابيل هما واحد الناس كيعيطوا لي كليون باش يعرضوا المنتجات ديالهم ويبيعوهم. بالنسبه لا ريسبسيون دابيل كتكون غالبا خدمه الزبناء، يعني سيرفيس كليون. الكليان كيعيط تكون عنده شي استفسارات ولا عنده دي دوموند بارتيكولير على البرودوي اللي عنده، باش ولا كي مثلا يكون عنده شي مشكل تقني. مهم على حساب الطبيعه ديال داك البرودوي اللي كيديروا في داك لو سونتر دابيل. كيفاش جاتني الفكره ندخل لهذا الميدان؟ صراحه بحال اي شاب مغربي كتبغي تقلب على الخدمه، يعني راه كتحاول تكونسلتي لي زانونس في الانترنيت، كتحاول ديبلاصه للشركات. اول حاجه كدير راه كتحاول تحط لي سي في ديالك في لو ماكسيموم بوسيبل ديال الشركات، كو سوا انك تصيفط لي سي في ديريكتومون، كو سوا انك تبوستولي بلوتو سور انترنيت ديريكتومون، كو سوا انك غادي ديبلاصا ديريكتومون للشركه وتحط كاريمون السي في ديالك. ومن بعد اون فونكسيون ديال دوك لي بروفيل اللي كيكونوا باغين الشركات، كيبداو هما كيعيطوا لك، وانت حتى هي كيفاش كنقولوا كتبدا تعزل. واللي كتلاحظ فريمون في هذا الدومين هو انه هما اللي في لا بروسيدور ديالهم كيكونوا فريمون تري رياكتيف. يعني اون فوا كتحط السي في ديالك كيشوفوا انك راه البروفيل ديالك راه كيستوفي الشروط اللي هما كيقلبوا عليها، راه كيعيطوا لك ديريكتومون باش يديروا معاك ان اونتروتيان باش يشوفوك واش توي زعما توي ابت ولا توي اليجيبل انك دوز معاهم ولا ديبلاصا عندهم ديريكتومون باش يديروا لك ان اونتروتيان انديفيديوال. حيت هما لي اونتروتيان في اغلبيه الاوقات كيكونوا بار تيليفون قبل، عاد باش كدير عاد باش كتمشي عندهم عاوتاني دوز لونتروتيان في الشركه. التجربة كانت زوينة وكنشرف بها في السيرة الذاتية ديالتي، وتعلمت فيها بزاف ديال الأشياء وخدمت على راسي فيها بكوني خدمت صغيرة، وكانت نقدر نقول مدرسة بالنسبة ليا. عرفتي بحال هذاك البيبي الصغير ملي كتدخلوا لاكريش، يلاه كيبدا يتعلم بشوية حتى كيولي يعرف يقرا، كيولي يعرف يهضر، كيولي يعرف يكتب. فكانت تجربة غنية وزوينة. كيفاش جاتني الفكره ندخل لهذا الميدان؟ صراحه بحال اي شاب مغربي كتبغي تقلب على الخدمه، يعني راه كتحاول تكونسلتي لي زانونس في الانترنيت، كتحاول ديبلاصا للشركات. اول حاجه كدير راه كتحاول تحط لي سي في ديالك في لو ماكسيموم بوسيبل ديال الشركات، كو سوا انك تصيفط لو سي في ديريكتومون، كو سوا انك تبوستولي بلوتو سور انترنيت ديريكتومون، كو سوا انك غادي ديبلاصا ديريكتومون للشركه وتحط كاريمون السي في ديالك. ومن بعد اون فونكسيون ديال دوك لي بروفيل اللي كيكونوا باغين الشركات، كيبداو هما كيعيطوا لك، وانت حتى هي كيفاش كنقولوا كتبدا تعزل. واللي كتلاحظ فريمون في هذا الدومين هو انه هما اللي في لا بروسيدور ديالهم كيكونوا فريمون تري رياكتيف. يعني اون فوا كتحط السي في ديالك كيشوفوا انك راه البروفيل ديالك راه كيستوفي الشروط اللي هما كيقلبوا عليها، راه كيعيطوا لك ديريكتومون باش يديروا معاك ان اونتروتيان باش يشوفوك واش توي زعما توي ابت ولا توي اليجيبل انك دوز معاهم ولا ديبلاصا عندهم ديريكتومون باش يديروا لك ان اونتروتيان انديفيديوال. حيت هما لي اونتروتيان في اغلبيه الاوقات كيكونوا بار تيليفون قبل، عاد باش كدير عاد باش كتمشي عندهم عاوتاني دوز لونتروتيان في الشركه.
كيف جاتني الفكره انني ندخل لهذا الميدان هي الصراحه انا ما كنتش فكرت في السنتر دي الطبيب الاول، كما قلت لك انني خدمت صغيره وكانت هذيك الساعه العطله الصيفيه كنت يلاه دوز البنك وكان خاصني نعمر وقتي بشي حاجه. العطله الصيفيه ما كنتش نبقى غير في الدار، انا راك نهضر لك على جينيراسيون ديالي، انا راه بنت 85 يعني في الباك ديالي العطله ديال دابا في 2021 ماشي هي العطله ديالنا حنايا، على فوق ما كان تقريبا والو، كان خاصني نعمر وقتي وكنت مشيت خدمت في واحد البلاصه. وفي هذيك البلاصه جا ديريكتور ديال واحد لي سونتر ابيل وكان ديما كيجي عندنا وكيشوفنا، وهذيك الساعه عجبتو انا كيفاش كنهضر والطريقه ديالتي، وهو اللي كوبوز عليا الخدمه جات لعندي كوبوز عليا واش نخدم معاهم. قلت مرحبا، مشيت عندهم دوزت لونتروتيان وقبلوني في البلاصه. فوالا هاد ديريكتور ديال هاد سونتر ابيل كان كيجي عندنا كزبون يوميا، باش نقول لك الله ملي كيكتب لك شي رزيق راه كيجي حتى لعندك، انا ما كنتش معوله كاع على سونتر ابيل وجات لعندي وقلت مرحبا رزقي جات لعندي. انا بالنسبه لي اي انسان عنده العزيمه وعنده لا فولونتي يقدر يخدم في هذا لو دومين الى فريمون عطى راسو الوقت وخدم على راسو وحاول يقنع داك لو ريكروتور انه فريمون باغي يتعلم وباغي يدير شي حاجه في حياته. يعني يرى حاجه طبيعيه خاص الانسان يكون عنده الاساسيات، يعني خاصو يكون ضروري كيدوي الفرنسي، يعني ماشي النيفو ديالو في الفرنسيه طايح بزاف، ما كاينين دي سونتر دابيل اللي الانسان كيبدا فيهم كيكونوا دي بواط صغار كيتعلم فيهم كيحاول يحسن من اللغه الفرنسيه ديالو باش يقد فهمتيني بوستولي لدي سونتر دال دي غروند بواط، يعني اللي كيكونوا معترفين بهم اللي عندهم لو بوا ديالهم في لو مارشي. واش بصح خصك تكون مجهود في اللغه الفرنسيه؟ هي ماشي خصك تكون موليير باش تخدم في لي سونتر دال، مي خص يكون عندك ان نيفو اكسبتابل، يعني كتفهم اللغه الفرنسيه، تعرف دير جمله صحيحه، تعرف تجاوب، تفهم الكليون اشنو كيقول لك. هي بطبيعه الحال انت كتهضر مع شخص اجنبي، كيفاش غادي توصل ليه الميساج الا ما كنتيش كتعرف تهضر باللغه الفرنسيه؟ كيفاش غتحل ليه مشكل الا ما كانش عندك ان نيفو ان فرونسي؟ كيفاش غادي تقدر تبيع ليه الا ما قدرتيش تشد جمله بالفرنسيه كوريكتومون؟ دابا الناس اللي في فرنسا راه كلهم عارفين بان لي سونتر دابيل سون ديلوكاليزي سوا تونس سوا المغرب، يعني عارفين الشخص اللي من وراء التليفون اللي كيهضر معاهم راه ماشي ستيفان وماشي جولي، راه حمزه ولا اكس ولا هذا من سوا المغرب سوا من تونس. ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء، يعني تقدر تهضر مع هذا السيد اللي انت معيط ليه ولا هو معيط لك بوغ ان سيرفيس، خاص يكون عندك ان نيفو فرونسي اللي تقدر تفهمه وتقدر تحل ليه المشكل وتقدر تبيع ليه هذاك الشيء اللي انت معيط ليه على ودو. دابا واخا هو عارفك نتايا راك في المغرب، راه السيد ما يقدرش يهضر معك بالمغربيه، يعني ويقدر يخرجك من الموضوع اللي هو معيط لك عليه ولا انت معيط لك معيط ليه على ودو، باش تقدر تخرج معاه في هذه المواضيع اخرين وتسمباتيزي معاه وتهضر معاه وتجاوبو، خاص يكون عندك ان نيفو فرونسي. بالنسبه للسؤال الاخير، واش كنعتبر لي سونتر دابيل خدمه ديال المستقبل؟ لي سونتر دابيل كون ما كانوش كيتمشاو حيت راه بانوا في 2005 2006، راه دابا سنين وسنين ولا عليهم الطلب بزاف ولا فيهم لو ريكروتمون بواحد الطريقه اللي سريعه، حيت بالنسبه للشركات اللي اون فوا كتحط السي في ديالك تم كيعاودوا يعيطوا لك الا كان البروفيل ديالك كيدير. يعني كيف اي شركه راه كتكون فيها اون اورغانيزاسيون كيكونوا فيها دي بوست كيكونوا فيها دي بروموسيون، يعني فيها ليفولوسيون، يعني الانسان يقدر يبدا كوم كونسيير يقدر يولي ان ماناجير يقدر يولي ان ريسبونسابل دوبيراسيون يقدر يولي خدام في دوطخ ديبارتمون، يعني على حساب لي كاليفيكاسيون ديال داك الشخص والقدرات والمؤهلات ديالو. وكيف اي شركه راه الانسان دو مومون كو فيها ليفولوسيون لو سيكتور ولا لاكتيفيتي راه خدامه راه هي خدمه ديال المستقبل، وسيرتو انك نتايا كتعامل مع لوتي انفورماتيك وكتعامل مع لوتي انفورماتيك نهار كامل، وكيف عارفين دابا كلشي ولا كيدار في الانترنيت. دونك بالنسبه ليا انا هي مهنه ديال المستقبل، خاص الانسان يعرف اشنو باغي ويكون عنده التوجه الصحيح ويكون عنده بطبيعه الحال المؤهلات والقدرات باش يقدي يخلي هذه المهنه دي ويدير فيها كارير.
ككلمة أخيرة كنشكرك أخويا بالي بزاف على هذه الفرصة هذه، وكنشكر المتتبعين ديالك، ونتمنى تكون هذه الحلقة غادي تفيد بزاف ديال الناس، وكنتمناو ما نكونوش ثقال على القلوب ديال المتتبعين ديالك. واللي كنبغي نقول هو كنشجع انايا كاع الشباب المغربي يعني يحاول يدير اوبجيكتيف في حياته، ويحاول يحسن دائما من راسه، يعني في ذاك الوقت ديال الفراغ اللي كيبقى الانسان جالس فيه في شي قهوه، ولا جالس مثلا في شي حومه كيدوي مع اصحابه في شي حاجه اللي ما غاداش تفيدو. دابا كلشي ولا كاع الديور فيهم انترنت، كاينين الناس كيديروا دروس مجانيه ديال اللغات، يعني الانسان يستغل وقته ويطور راسه، وما يبقاش عنده ديك العقليه ديال فيكتيميزاسيون، يعني يبغي دائما يلعب دور الضحيه ويبقى يقول لا ما داروش ليا وما فعلوش ليا، رانا ما خدمتيش على راسك، راه ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يجي يديرها في بلاصتك. دونك الانسان خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو ويحاول يخدم على راسه ويدق كاع البيبان. وبطبيعه الحال الانسان ملي كيتوكل على الله سبحانه وتعالى راه ربي كييسر ليه كاع الطرقان وكيف كيحل ليه كاع البيبان. شكرا، وشكرا على هذه الحلقه هذه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه خصوصا المتتبعين ولا فامي بالي في الحلقات الجايه. وما تنساوش الدعم ما تنساوش الدعم والضغط على الزر والضغط على لايك وبارطاجي. ولكن انا خدمت مثلا في الصباح نقلب على قرايه في الليل، نقدر نخدم في لاسون دابيل دومي جورني اونترا دومي جورني. المهم هادشي بغيت نوصل لكم ميساج انهم ضروري القرايه اون باراليل مع الخدمه، لان نتايا بلا ديبلوماتيك راه والو. وجدوا سيفياتكم وجدوا راسكم وبوستوليو، راه طلع المواقع اللي كيحطوا لي دوموند كل نهار على لي دومين ديال لي سونتر دابيل اللي محتاج انه يخدم. والقرايه ما غاديش يقدر مثلا هذا الله يحسن العوان يمشي يخدم، ولكن اذا كان عنده كيفاش يقرا اون باراليل، راه القرايه اي تري امبورطون. انا كون رجع بيا الوقت اللور كنت كملت قرايتي، انا غني صالير ملي كانت عندي 18 عام كان عندي تري بون صالير باغ رابور زعما مي ديبي، راه كنت فايته 6000 درهم في الصالير وسمحت في قرايتي. كون رجع بيا اللور كون راني قريت كملت قرايتي وتبعت الهضره ديال والديا. وفي الاخير كنتمنى التوفيق لكل شيء والله يسهل على كل شيء. وشكرا ديك حمزه على هذا البرنامج، عجبتني الفكره وكنتمنى لك كل التوفيق. وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا منها. كنبغي نشكر بزاف الضيوف اللي كانوا معنا في هذه الحلقة واللي عاونوني في إنجاح هذه الحلقة هذه، كنبغي نشكرهم بزاف. فموعدونا الحلقة القادمة إن شاء الله، حلقة جديدة، ضيف جديد، موضوع جديد إن شاء الله. وما تنساوش الإخوان دعموا هذا المحتوى هذا، وموقع لي غير نقول لكم السلام عليكم.